السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة متجددة بكم دائما، برنامجكم المحبوب برنامج في بيتنا مدرسة. أهلا بكم. يعني تتجه أنظار وزارة التربية والتعليم في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة إن شاء الله للأنشطة التعليمية، لأن الأنشطة التعليمية هي أهم محور في التعليم، لأن الطالب إذا كان هو المحور الأساسي في التعليم فهو الكنز الحقيقي لبلدنا الحبيبة مصر. لن تتطور أي بلد في العالم، لن تتطور بلدنا الحبيب مصر إلا من خلال التعليم، والتعليم محوره الأساسي هم الطلاب. يعني حابين ان احنا نشارك معاكم تجربه فريده من نوعها، تجربه اداريه، تجربه ناجحه من احدى المدارس الخاصه التي سعت لتطبيق منهج وزاره التربيه والتعليم في الانشطه الابداعيه المدرسيه، وسعت لان يكون هذا النشاط ليس محليا فقط ولكن عالميا بمشاركه اكثر من دوله في العالم. نحب نرحب اولا باستاذتنا استاذه نسرين نور الدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه نسرين نور الدين، سفير المركز الثقافي البريطاني او منسق المجلس الثقافي البريطاني للانشطه الابداعيه في المدارس الدوليه، وخبيره جوده التعليم وحاصله على كثير من الجوائز العالميه. اهلا بحضرتك يا استاذتنا. اهلا بحضرتك. نحب نتعرف بايه، سنه كام ايه؟ ثالثه ثانوي. اي عاشري في ثالثه ثانوي. يلا شد حيلك، ربنا معاك الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. حلا خالد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ثالثه ثانوي برضه. برضه. جميله جميله حلا. يعني زي ما احنا شايفين معانا كوكبه جميله من النوابغ سواء طلاب او معلمات، بنحاول ان احنا في برنامجنا برنامج في بيتنا مدرسه ان احنا نلقي الضوء على التجربه الجميله اللي هم عملوها. تعالوا نتعرف كده مع بعض ازاي ابتدت التجربه، ومع استاذه نسرين هتبين لنا دلوقتي ايه الهدف من التجربه وازاي حضرتك خططت لها بدون اهدار للوقت في المرحله السابقه. الهدف من التجربة كان التغيير من أجل التطوير. إحنا بصينا على بلد زي سنغافورة احتلت قائمة جودة التعليم على مستوى العالم، انتقلت من المركز الخامس للمركز الأول في سنة واحدة. يعني الرانك في 2015 كانت سنغافورة في المركز الخامس، في 2016 احتلت سنغافورة المركز الأول. من ضمن أسرار نجاح سنغافورة إنها اهتمت بتطوير معارف الطلاب، ودي الحكمة الصينية اللي قيلت في القرن الرابع قبل الميلاد: إذا أردت أن تدبر قوتك لعام آت فانثر بذرة، أما إذا انفسح خيالك لعشر سنين فاغرس شجرة، أما إذا كنت تعنى بشؤون غيرك فزودهم بالمعارف. ذلك أنك حين تنثر البذرة تحصد مرة، وحين تغرس الشجر تحصد مرات عشر، أما إذا نثرت المعارف فإنك تحصد لمائة من الأعوام. عندنا في مدرستنا اهتمينا قوي بتطوير المنظومة التعليمية ككل، بدءا من الطالب مرورا بالمعلم وصولا للمدرسة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. احنا عارفين ان كل طالب هو مشروع عالم، مدام احنا ادينا له الاهتمام والرعاية الكافيين، ومدام احنا يعني ركزنا على الاهتمام بقدرات الطالب اللامحدودة. وده اللي فعلا فعلناه، مش بس هو تطبيق نظري للعلوم المدروسة، اقصد بالعلوم مش بس مثلا اللغة العربية او الدراسات الاجتماعية او مادة العلوم او اي مادة من مواد وزارة التربية والتعليم او المناهج الدراسية اللي الطلاب بيدرسوها، لا احنا كمان فعلنا ده مش بس جوه مجتمع المدرسة او جوه المجتمع المحلي، لا احنا خرجنا بيه للعالمية. فبقينا كل المواد الدراسية المدروسة دي بنعملها تطبيق عملي مع طلاب تانيين بيتكلموا لغة تانية، سواء لغة عربية او لغة اجنبية، ممكن يكونوا في نفس القارة او في قارة تانية. جميل جدا يا استاذين. يعني احنا نقدر نقول ان احنا طلابنا قدروا ان هم يعملوا محاور تعليميه او اتصال تعليمي بين مصر وبين دول اخرى. اكيد ده كان ليه يعني ثقل كبير جدا على طلابنا. نحب ان احنا نتعرف عليه، ازاي ابتدت الفكره معاكم وكان ايه هدفكم منها؟ اول حاجه احنا ابتدينا نعمل اعاده استعمال لبكر المناديل، حولناه لمقالم باستخدام برضو ورق الزينه وورق ملون، وبعدين بعناه في احتفالات عندنا في المدرسة وعملنا ربح، وبعدين جبنا منه دورة فشار وعملنا فشار وبعناه، وبقى الربح كبر كان حوالي 600 جنيه. جميل. ايه كان الهدف من ده يا حلا؟ الهدف من ده ان احنا نتبادل الافكار ما بيننا وما بين بعض حتى يعني في المدرسة، ونعلم الصغيرين حاجات وبرضه نعرف منهم حاجات، يعني افكارهم هم بيتطلعوا لايه وعايزين يعملوا ايه. جميل. وكنا حابين برضو ان احنا نشوف ازاي نقدر نبني ربح من ولا حاجة. احنا كنا بدأنا من غير اي رأس مال،
وقعدنا نشوف طيب ايه الطرق اللي احنا نقدر نخترع حاجات، وشفنا من على الانترنت وكده ازاي نجيب افكار تساعدنا نجيب ربح من واحنا ما عناش اي حاجه. فبقينا كل واحد بيجيب من عنده في البيت حاجات وكده، لحد ما خلصنا بعد موضوع الذره وكده، وجبنا راس المال بتاعنا اللي هو كان 600 جنيه. وساعتها نزلنا واشترينا بقى خيط وخرز وحاجات كده، وقعدنا عملنا حاجات سورات وغوايش وكده وسلاسل وحاجات. ده اول مشروع بدات بيه؟ اه هو ده المشروع. اللي هو مشروع ايد في ايد يا استاذه نسرين، مش كده؟ مشروع ايد في ايد. عايزين نعرف بقى التخطيط ليه تم ازاي وابتدى ازاي، وكان هل فعلا ليه نتيجه ملموسه ولا زي ما احنا بنعرف ان بعض الانشطه بتبقى على الورق فقط يعني. خليني اقول لحضرتك ان في ادب النجاح لا صوت يعلو صوت النتائج. زي ما البنات قالوا، هم حققوا ربح 4500 جنيه من زيرو راس مال. ده مش كان الهدف الاساسي، بس كان الهدف الاساسي زي ما قلت قبل كده ان احنا نعمل تفعيل عملي للمواد المدروسه. ايه المواد المدروسه؟ طبعا طلابنا في المرحله الثانويه بيدرسوا ماده الرياضيات، بيدرسوا الاقتصاد، بيدرسوا التسويق، بيدرسوا الفن والتصميم. احنا فعلنا كل المواد اللي هم بيدرسوها دي في نشاط عملي. النشاط ده كان عباره عن ان هم يبداوا يعملوا تصميمات لاكسسوارات. كل البنات وكل السيدات في مجتمعنا، سواء المجتمع المصري او المجتمع الدولي، بيستخدموها عن طريق تفعيل المواد المدروسه. فقعدنا معاهم، عملنا فريق عمل، حطينا خطه، وكمان حطينا خطه لو مثلا في مثلا ريسك، ازاي هنسوق للمنتج دوت، ازاي هنبدا نجيب له تصميمات، ازاي فعلا مش هيأثر على وقت الدراسه، ازاي مثلا هنخلي دوت يدعم بالدرجات، يدعم باشراف المدرسين. حفزناهم حوافز كتيره، طبعا مش ماديه قد ما هي معنويه، وقد ما هي هتفيدهم بعد كده، لان احنا بنخرج طفل دلوقتي لسوق العمل، فاحنا لازم ندور على احتياجات سوق العمل بعدين ايه. احنا شايفين نسبة البطالة سواء في مصر او خارج مصر. لما الطلاب عملوا مشروع زي ده، احنا ضمننا ان هم يستفيدوا من وقت فراغهم. احنا ضمننا ان هم لو بعد الدراسة ما لقوش شغل يقدروا يشتغلوا بيه. زي ما احنا شايفين في الصور في فريق العمل، الطلاب بدأوا يجيبوا يستفيدوا الاول من كل الاشياء الغير مستخدمة. عملوا مقالب عن طريق بكر الحمام. بعد كده بدأوا يجيبوا الخرز والخيط والأدوات المعدنية الخاصة، وعملوا زي ما احنا شايفين في الصورة اكسسوارات، سواء غوايش او اساور او سلاسل او حتى سباح. وبعد كده باعوها في اكتر من مهرجان جوه المدرسة. الجميل في المشروع ان هو مش بس كان جوه المدرسة، هم كمان يعني تعدوا المجتمع المحلي للمجتمع الدولي، فحصل تبادل ما بين مصر وما بين الهند بمنتجات طلابنا، وكمان الهند بعتت لنا منتجات طلابهم. الولاد طبعا ده كان حافز ليهم كبير جدا ان هم يتبادلوا الخبرات، ان هم يتعلموا من بعض، ان هم مش بس يشوفوا شغلهم وهو ناجح في مكانهم او في بلدهم، لا كمان كانوا فرحانين جدا ان هم يلاقوا شغلهم دوت في بلد تانية، وان بلد تانية تهتم بيه وتعمل له كمان مهرجان للبيع. مش كده وبس، احنا لقينا جريدة هندية اشادت عن الموضوع دوت، ذكرت الموضوع دوت ونشرته بصور طلابنا وبمنتجاتهم. فكان طبعا محفزات كتيره جدا لقوها، وشجعتهم كتير ان هم يستمروا وان هم يطوروا من ادائهم. جميل استاذ نسرين، نحب نتعرف على اولادنا ابتدوا المشروع ازاي. استاذ نسرين هي المحرك او الدينامو تقريبا للمشروع، فنحب نعرف هل انتوا كنتوا فعلا مستمتعين؟ لان المتعه لما تلتقي مع نشاط اكيد بتبقى ثمره النجاح اكبر واكثر كتير قوي. اكيد احنا كنا مستمتعين جدا. احنا لقينا ان احنا كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا كنا ناس يعني اتعرفنا على بعض، اللي ما كانش يعرف بعض اتعرف على بعض، واتبسطنا جدا ان احنا عاملين نشتغل نعمل حاجات احنا مبسوطين بيها. وعرفنا برضو ان احنا لقينا ان احنا بنتعلم خبرات كتير، يعني اتعلمنا اللي مثلا نعرف ازاي ناخد افكار من بعض، نعرف ازاي نقعد نتعامل مع بعض، نشتغل مع بعض، اللي عنده حاجه ناقصه يشوفها من اللي جنبه، اللي مش فاهم حاجه معينه التاني يعلمها له كده. جميل، يعني ده التعاون، ودي ثمره التعاون اللي انتوا يعني خدتوه في مدرستكم او من مجموعه العمل اللي كانت شغاله. احب اشوف حاجه كده من الحاجات الجميله اللي احنا عملناها. في دي في حبه غير دي انواع مختلفه، جبنا انواع مختلفه من الخيط والخرز وكده، وقعدنا نعمل بيهم. جميل، يعني مثلا الحاجات اللي قدامنا دي في الصندوق مثلا، ايوه زي ما احنا شايفين هي عباره عن اساور، حاجات بناتي شويه، لان هم طبعا مجموعه بنات اللي اشتركت في المشروع ده. ففي شويه اساور، سواء منها الحاجات اللي هي الفضيه او الحاجات اللي هي الكريستاليه، وفي منها اشكال مختلفه، اشكال جميله. فبصراحه مجهود اكثر من رائع.
والشغل ده اكتر من رائع يعني. فتسلم ايديكم بجد، حاجات جميله وحاجات بنشوفها في مجتمعنا المدرسي لاول مره تكون بشكل منظم وباداء جيد وباداء كويس جدا يعني. استاذ نسرين، يعني تاتي الرياح احيانا بما لا تشتهي السفن، تمام؟ اكيد كل مشروع في الدنيا ليه معوقات، نحب نعرف ايه اللي قابل حضرتك معوقات بحيث ان احنا نقدر نتلافاها في المشروعات القادمه، دي من خبرتك في المشروع، ونقدر نفيد بيها غيرنا من المدرسين في بعض المدارس اللي هي بتحاول انها تسعى لتطبيق نظام الانشطه التعليميه. احنا عارفين طبعا نظام الانشطه التعليميه بعد كده هيبقى الدرجات، فمحتاجين ان الطالب ياخد الدرجه وايضا يكون مستمتع. يا ترى ايه المعوقات اللي قابلت حضرتك في المشروع؟ مش هقدر اقول لحضرتك هي كان كم معوقات، بس احنا حرصنا على استغلال الوقت، او يمكن مثلا ما كناش لاقيين الوقت المناسب. هل انا ازاي مثلا هخرج الاولاد من الحصه؟ طب هل ده هياثر مثلا على درجاتهم؟ هياثر على حضورهم للفصول العاديه بتاعتهم؟ بس لا خالص، احنا حرصنا ان احنا نستفيد من وقت مثلا فراغ، زي مثلا وقت البريك اخذنا منه جزء. هم كمان كانوا حابين قوي ان هم يشتغلوا وهم في البيت او في الاجازه الصيفيه او في اجازات بتاعت نهايه الاسبوع. كان برضو احدى المعوقات ان احنا ازاي مثلا نلاقي وسيله ان احنا عشان نخرج من المدرسه علشان نشتري المنتجات او المعدات اللي احنا محتاجينها، سواء الخرز او سواء الاجهزه اللي احنا نستخدمها. ازاي يقدروا يعملوا خطه العمل دي لوحدهم تحت اشراف المدرسين؟ فطبعا هي اخذت منهم وقت كبير في البيت. بعد كده لما الموضوع انتشر والموضوع توسع وانتقل من بس مش جوه حدود مدرستنا بس، انتقل من مصر راح لبلد تانية مثلا زي الهند. خليني كمان اقول لحضرتك ان في 4 مدارس في الهند، يعني في قارة تانية، اشتغلوا معانا في نفس المشروع. فكان جو كويس جدا ان الولاد تتبادل مش بس مع مدرسة واحدة، هم تبادلوا مع 4 مدارس. على فكرة مش كل المدارس عملت نفس المنتج، بس كل مدرسة عملت منتج يدوي من صنع الطلاب، وبدأنا نتبادل عبر الانترنت. بس في مدرسة تبادلنا معاها ما يسمى بصندوق الثقافات. الصندوق ده كان فيه بعض المنتجات زي ما حضرتك تفضلت ووريتها لنا، كمان كان فيه بعض الكروت دي من صنع الطلاب. هي كانت صعبة شوية ان احنا موضوع ان احنا نستورد او ان احنا مثلا نحط الموضوع دوت في شركة شحن، وان احنا نضمن الضمان الكافي ان الحاجة دي توصل. اتأخرت شوية ومش هقدر اقول ده معوق كبير يعني، بس الحمد لله في النهاية هي وصلت. كمان استفدنا بتبادل خبرات، مش بس كمعلمين، استفدنا تبادل خبرات الطلبة نفسهم. يعني احنا مثلا طلابنا عملوا اكسسوارات، طلاب مدرسة من ضمن ال4 مدارس عملوا كروت هم عملوها بتصميم يدوي منهم. هم جابوا بقايا القماش سواء الستان او الحرير الصغير، عملوا منه ورود وديكورات زي ما حضرتك شايف كده، وكمان مثلا استخدموا الزراير، استخدموا ورق الكرتون اللي هو ملوش استخدام، اعادوا استخدامه ان هم يعملوه كروت او يعملوه زي بوك ماركس للكتب. فطبعا مش بس تبادل خبرات معلمين، لا كمان تبادل خبرات الطلاب. قد ايه كان كويس ان احنا نشوف الطلاب وهم مستمتعين جدا ان هم بيوروا شغلهم اللي هم تعبوا فيه لبلد تانية، والبلد دي تعمل معرض خاص بشغل الطلاب بتوعنا ليها هناك، وتبيع وتحقق ربح منه وهكذا، زي ما احنا كمان عملنا نفس الحكاية. ده جميل جدا، يعني أنشطة دولية أو أنشطة مدرسية من خلال تبادل دولي، دي حاجة أكيد بتفيد طلابنا كلنا. لكن عايزين نعرف أكبر استفادة استفدتوها إيه من الموضوع؟ اكتر حاجه كان ان احنا اتعاملنا مع يعني ناس اصغر مننا وناس اكبر مننا في مدرستنا، وكمان زي ما المس قالت ان احنا اتعاملنا مع ناس بره، فكان في تبادل افكار وفي تبادل الكالتشرز، وهم اتعلموا حاجات مننا واحنا اتعلمنا حاجات منهم. فدي يعني كانت حاجه، كانت استفاده كبيره. وفكره ان احنا نتعلم من ناس اصغر مننا كانت حاجه مفيده جدا، ان احنا كنا بنتعامل مع ناس اصغر مننا مش ب3 مراحل او 4 مراحل، لا كان في اطفال صغيرين بيشتغلوا في المشروعات دي معانا، وكنا بنشوف ان هم قد ايه هم برضو يقدروا يفهموا المشروع اللي احنا شغالين فيه، ويحطوا هم افكارهم ويساعدونا ان احنا نشوف حاجات احنا ما كناش نفكر فيها وكده. فاستفدنا من يعني اكتر حاجه استفدنا منها ان هو التعامل مع الناس. ده جميل جدا ان احنا نبقى اجتماعيين، نعلم غيرنا، نتعلم من غيرنا، دي حاجه جميله جدا كتربيه رجعه. لكن كنت عايز اعرف بس الموضوع نفسه زي ما ابتدى، هل انتهى بان احنا جمعنا فلوس مثلا في الاخر او كبرنا النشاط بتاعنا، ولا قدرنا ان احنا بالفلوس دي نفيد بها فئه اخرى من المجتمع المشارك حوالينا؟ وزاره التربيه والتعليم نصت على التوأمه التعليميه.
التوائم التعليمية ان كل مدرسة يكون فيها او تؤاخي مدرسة اخرى. فاحنا شفنا مدرسة فقيرة الموارد شوية، بالربح اللي احنا حققناه من المشروع دوت احنا قدرنا ان احنا نساهم في بنية تحتية لمدرسة تانية، وده كان تفعيل من اكتر من زاوية. الزاوية الاولى هي تفعيل عملي للمواد النظرية المدروسة، والزاوية الاخرى او الزاوية الثانية اللي هي تفعيل لما نصت عليه وزارة التربية والتعليم. فالحمد لله حققنا اكتر من هدف في المشروع ده. ده جميل جدا ان احنا نلاقي مدرسه خاصه بتتبنى مدرسه اخرى او بتساعدها. احنا عارفين ان احنا دوله بنحتاج ان احنا ننمو، دوله ناميه، محتاجين ان احنا ايد في ايد زي ما اسم المشروع الجميل بتاعكم، ايدينا في ايدين بعض، نقدر ان شاء الله ان احنا نبني بلدنا من خلال المشروعات او الانشطه المدرسيه. جميل قوي ان احنا بنشوف مشروع صغير بيقدر يكبر على ايد مجموعه من الطلاب او الطالبات الموجودين معانا في مدرسه، ويقدروا ان هم يساعدوا طلاب او طالبات في مدرسه ثانيه. بس هل يا ترى فكرنا ان احنا نفيدهم ان هم يقدروا يعملوا مشروع شبه ده، ولا يعني يكفي ان احنا نصطادهم السمك، ولا نعلمهم كيف يصطادون السمك؟ ايهما افضل، ان انا اصطاد سمكه واديها له ياكلها، ولا ان انا اعلمه ان هو يصطاد، كيف يصطاد السمك؟ كده اعلمه ازاي يصطاد السمكه. هنستفيد ايه؟ ان هو بعد كده يقدر يصطاد السمكه لنفسه، مش محتاج يعتمد على حد تاني. جميل، يبقى الاعتماد على النفس هو مفتاح النجاح، الاعتماد على الغير هو مفتاح الفشل. مش هنفضل طول عمرنا كدوله محتاجين دول تساعدنا، او كطلاب محتاجين طلاب تساعدنا، او كمعلمين محتاجين حد ان هو يساعدنا، لكن احنا دايما رسالتنا في الحياه كن من تحب تجد ما تحب، كن من تحب تجد من ما تحب. ده بالنسبة للمشروع الأول، مشروع إيد في إيد. هل يا ترى في مشاريع تانية حضراتكم دخلتوا فيها؟ في أكتر من مشروع، بس خليني أوضح مشروع من ضمن المشروعات الناجحة جدا، هو مشروع الأماكن السياحية المشهورة. فطلابنا أو طلاب مصر كانوا سفراء لدولتهم للأماكن السياحية بتاعتهم. عملنا تنشيط سياحي رائع بفكرة بسيطة جدا. عندنا في منهج اللغة العربية منهج الدراسات الاجتماعية ومنهج التاريخ ومنهج الجغرافيا، أنا بادئة مع حضرتك من أول الصف الرابع الابتدائي. المناهج دي احنا بندرس فيها الأماكن السياحية المشهورة في مصر. كل اللي عملناه إن احنا عملنا زيارات ميدانية، عملنا رحلات طلابية زي كل المدارس بتعملها، بس عملنا تبادل طلابي ما بين طلاب في مصر وطلاب في الهند، طلاب في إنجلترا، طلاب في سريلانكا، طلاب في لبنان. فكل مجموعة طلاب هم كانوا سفراء لدولتهم. طلابنا وروا طلاب الدول دي الأماكن السياحية بتاعتنا، وطلاب الدول دي سواء لبنان أو سريلانكا أو الهند أو إنجلترا ورونا الأماكن السياحية بتاعتهم. وده كان محفز لبلد مثلا زي الهند لما شافت الأماكن السياحية دي إن هي تيجي تزور مصر. وبالفعل جالنا وفد هندي مكون من 11 فرد هندي في شهر 3 زاروا مصر وزاروا الأماكن السياحية اللي هم كانوا بيتفرجوا عليها في الصور. فعملنا تنشيط سياحي عن طريق مشروع صغير جدا، او عملنا حسن استغلال للطاقات والقدرات الطلابيه داخل المدرسه. يعني نقدر نقول ان اولادنا فعلا مفتاح لسياحه مصر. عارفين طبعا كلنا ان السياحه بقت عامل اساسي دلوقتي وعامل مهم لمصر، لكن هل طلابنا دول قمتوا فعلا برحلات بتدل ان انتوا فاهمين يعني ايه مورد سياحي، وبتقدروا ان انتوا تنشطوا السياحه الداخليه لمصر ولا؟ هو في ناس كتير من عندنا في المدرسة فعلا راحوا شافوا المزارات اللي عندنا في مصر، وشافوا ايه الأماكن اللي تقدر نشد بيها الناس من بره، وراحوا زاروها وصوروا نفسهم فيها وهم بيستمتعوا فيها. وأول ما يعني وريناهم للهنود وكده، وأول ما وريناهم للناس، الناس لقيت ان هم في أماكن حلوة يقدروا يجوا يشوفوها. ده جميل جدا. يعني هنشوف دلوقتي مجموعة من الصور بتعبر عن الأنشطة اللي قامت بيها أو قام بيها بعض الطلاب في المدرسة، ومن خلال الصور دي لما هم بيبعتوها بيقدروا هم يتبادلوا ثقافات بينهم وبين بعض. يعني زي ما احنا شايفين مثلا دي زيارة الأهرامات، دي مجموعة من الطلاب راحوا رحلة عادية جدا علشان يزوروا الأهرامات، بس اللي احنا عملناه ان احنا أخذنا الصور دي وتبادلناها مع طلاب بلد تانية في مدرسة تانية، وهم كمان قدروا ان هم يبعتوا لنا صورهم. دي كمان رحله للقريه الفرعونيه. زي ما قلت لحضرتك هم طلاب، بس في نفس الوقت هم سفراء لبلدهم. فاحنا كنا بنعرف الطلاب اللي في المدارس الثانيه في البلاد الثانيه على اهم الاماكن السياحيه في مصر. ده مكت طالبه عملته للاهرامات. دي بقى محاكاه. دول مجموعه طلاب مدرسه في الهند، هم لما شافوا صور الاهرامات اللي احنا عملناها او اللي طلابنا زاروها، هم عملوا محاكاه، فعملوا تصميم او مجسم للاهرامات.
حاجه جميله ان احنا نقدر ننقل حضارتنا عبر القارات، يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي اولاد من الهند بيحاولوا يعملوا محاكاه للاهرام وابو الهول كمان الهرم الاكبر، وهنشوف دلوقتي صوره لابو الهول، لكن دي حاجه جميله جدا، حتى هو مش شبه ابو الهول قوي يعني، بس بس هم كويس ان هم حاولوا ان هم بامكانيات بسيطه جدا، امكانيات مدرسيه، قدروا ان هم يقدروا يعملوا تمثال زي ابو الهول. ودي برضو بعض المزارات الهنديه اللي موجوده عندهم، وزي ما احنا شايفين الاولاد في الصوره لابسين لبس فرعوني، ده يدل على حبهم للحضاره المصريه القديمه، وهم فعلا لما جم هنا في مصر قدروا ان هم يزوروا اكتر من مكان سياحي كانوا فعلا بيتفرجوا عليه في الصور. دي مدينة صيدا في لبنان، أنا ما زرتش لبنان قبل كده، بس أنا عن طريق الصور قدرت أعرف ملامح البلد دي إيه، أعرف أهم المزارات السياحية الموجودة في لبنان أنا وكمان الطلاب. مش بس مدينة صيدا، هم كمان زاروا بعض القلاع زي مثلا قلعة موسى وبعتوا لنا الصور دي، فكان من ضمن أو واحد من أهم المشروعات الناجحة اللي حصل فيها تبادل. دول طلاب لبنان عملوا صندوق ثقافات بيضم أهم ما تشتهر به مصر، فاستعانوا مثلا ببعض التماثيل الفرعونية، حطوا لنا كمان علم مصر، إن كانت في الهند عملوا لنا مكات للأهرامات وأبو الهول، فدول كانوا حريصين إن هم يلبسوا اللبس الفرعوني، إن هم يعملوا بعض المجسمات للفراعنة. دول طلابنا جمعوا صور للمزارات السياحية وعملوا بيها بوستر كبير، وفي خلال مؤتمر فيديو مع لبنان ومع الهند وكمان مع انجلترا قدروا ان هم يوروهم اهم الاماكن السياحية الموجودة في مصر. جميل، يعني زي ما احنا شايفين كده ان احنا لفينا العالم واحنا قاعدين بالضبط. لفينا العالم من خلال بعض الانشطة المتبادلة، لكن هل الموضوع كان بس واقف على موضوع ان انا ببعت صور، ولا هل كان في فيديو كونفرنس مثلا او اتصال صوتي مرئي بيننا وبين بعض الدول لو شاركتوا في حاجه زي كده؟ احنا عملنا فيديو، فعلا عملنا فيديو كونفرنس مع الهند انا وايا وزمايلنا من الفصل، واتكلمنا عن، سالونا اسئله عن الحضاره بتاعتنا، واحنا سالناهم اسئله عن الحضاره بتاعتهم عشان نتعلم اكتر ونستفيد. تمام جميل، استفدت حاجه ايه من الفيديو؟ لقيت ان هو احنا نقدر نتواصل مع الناس دي حتى لو هم في قاره تانية خالص بيتكلموا لغه تانية، احنا نقدر نتواصل ونقدر نشوف كل بلد عندها ايه تقدر تقدمه لبقيه العالمين. جميل، ده كانت دول ايه مستر سويد مشاركه معانا في الموضوع ده؟ يمكن احنا ركزنا على الهند، خليني اقول لحضرتك ليه. عندنا في منهج الدراسات الاجتماعيه في ثالثه اعدادي هو بيتكلم عن تاريخ الهند، وفي الهند في منهج الدراسات الاجتماعية بتاع ستة ابتدائي بيتكلم عن تاريخ مصر، فكان تناغم جميل جدا ان احنا ندرس دراسة عملية وفعلية لحضارة البلدين عن طريق المواد الدراسية اللي هم اوريدي بيدرسوها في المناهج بتاعتهم، فدي كانت حاجة كويسة جدا، كانت حاجة ناجحة جدا. احنا زورنا الهند في ديسمبر، خليني اقول لحضرتك ان من ضمن شغف الطلاب بالحضارة المصرية احنا سمعنا 91 presentation، سواء PowerPoint على الكمبيوتر او سواء هم محضرين speech بيتكلموا عن الحضارة المصرية، فكان يعني من ضمن المشروعات الناجحة جدا. جميل، يعني اكيد كون ان احنا نضع المناهج التعليميه قدام عينينا واحنا بنعمل اي نشاط ثقافي او اي نشاط دولي، ده بيصب اكيد في مصلحه الطالب بشكل اساسي، وايضا بيصب في مصلحه ولي الامر، لان دلوقتي اصبح التعليم محاكاه، اصبح التعليم ملموس، مش كفايه ان انا احكي له مثلا قاره امريكا تقع في غرب مثلا المحيط الاطلنطي او تنقسم الى قارتين، قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه او دولتين مثلا او جزئين، لا انا اقدر ان انا اخليه هو قاعد في مكانه في قلب الفصل بتاعه من خلال الوسائط التعليميه او من خلال الفيديو، اخليه يسافر الهند يتعرف على الحضارات الهنديه، لا كمان يعمل فيديو مع بعض الطلاب الموجودين في دوله الهند فيقدر يتعرف عليهم بشكل اكبر. جميل جدا ان احنا نقدر نجيب وفد هندي هنا في مصر عشان يقدر يتعرف علينا زي ما المدرسه المتميزه اللي معانا عملتها. جميل جدا ان انا اقدر ان انا اشارك اكتر من دوله في المشروع اللي انا فيه، زي ما شفنا الاماكن السياحيه، شفنا معانا لبنان دلوقتي ومنطقه صيدا، يعني انا نفسي برضه ما زرتهاش لكن عرفتها من خلال للطلاب اللي موجودين في الأنشطة التعليمية. جميل ان انا اشوف المعالم الهندية اللي كلنا بنسمع عنها، الهند ما اصبحتش تلفزيون بس، ما اصبحتش مسلسلات بس، لا اصبحت ثقافة وحضارة قدروا الطلاب ان هم ينقلوها لنا. هل يا ترى عندنا شغف بالافلام الهندية والحضارة الهندية، ولا الموضوع اختلف شوية بعد التبادل الثقافي اللي كان بيننا وبينهم؟
لا الحقيقة يعني كان في اختلاف، احنا ملناش في المسلسلات قوي، بس يعني كان في اختلاف. جميل، اتعلمنا اتعلمتيه؟ اتعلمنا اكتر يعني، زي ما حضرتك بتقول هي مش مسلسلات بس وكده يعني، احنا لما اتكلمنا معاهم وعملنا معاهم فيديو كونفرنس اتعلمنا عن الحضارة بتاعتهم اللي هي اهم بكتير من المسلسلات والافلام والكلام ده كله، فدي حاجة كويسة. وتعلمنا برضو عن، هما قعدنا نتكلم معاهم عن تاريخهم وعن المعابد اللي عندهم هناك وكده ومزاراتهم كلها، فتعلمنا عن بلد نفسها مش عن التلفزيون وكده، لا شفنا البلد والناس عاملة ازاي وشخصيتهم عاملة ازاي. ده جميل جدا. لكن هل كنت حاسه ان انت فعلا سفير مصر زي ما استاذتكم قالت ان انتوا طلابنا كانوا سفراء لمصر فعلا؟ دي حقيقه، لان لما هم سالونا اسئله احنا عرفنا نرد من غير يعني، عرفنا نرد بطريقه بسيطه لان احنا فعلا فاهمين الحضاره بتاعتنا، احنا مش مجرد بنقرا من كتاب يعني بنخزن المعلومات في دماغنا، لا احنا اتعلمنا بجد، وحسيت ان انا قدرت افيدهم بحاجه، وان انا يعني اللي انا فاهماه قلته لهم، يعني حسيت ان انا فدتهم بحاجه. جميل، يعني زي ما احنا شايفين ان احنا دلوقتي بنطبق الانشطه التعليميه التي تخدم المرحله الصفيه، واحيانا الانشطه التعليميه التي تخدم المرحله الصفيه زي ما شفنا في مشروع ايد في ايد، يعني احيانا بعض الطلاب يقوموا فكره بسيطه جدا تكون استغلال لحاجات بسيطه معانا، وممكن ان انا وانا قاعد في مكاني اقدر ان انا ازور العالم كله واقدر ان انا اعرف العالم كله بحضاره وثقافه بلدنا مصر، لان فعلا مصر مش هتنهض الا بايد اولادها. لكن هل المدرسه ساعدت في هذا الامر ولا كان دور المدرسه فقط؟ شكرا لحضراتكم ان انتم بتعملوا دور المدرسه، احنا متشكرين جدا، او جوائز او شهادات تقدير، وتوقف دور المدرسه حول هذا الامر، ولا كانت المدرسه فعلا داعم اساسي لهذا الموضوع؟ اكيد طبعا المدرسه كانت داعم اساسي للموضوع. زي ما قلت لحضرتك المنظومه التعليميه هي مش بس طالب ومعلم، لا كمان اداره مدرسيه، فالمدرسه الحمد لله وفرت لنا الجو المناسب، وفرت لنا الامكانيات اللي احنا محتاجينها، وفرت لنا كمان كل الوسائل الاعلاميه وكل وسائل التكنولوجيه اللي احنا محتاجينها. خليني اقول لحضرتك كمان دور الاعلام كان مهم جدا، لما كان بيبقى حاضر معانا بعض الاحتفالات او بعض مؤتمرات الفيديو في اثناء التبادل مع الدول الشريكه. جميل، يعني زي ما احنا شايفين كده ان المدارس فعلا بتدعم، احنا محتاجين فعلا وزاره التربيه والتعليم تدعم الانشطه التعليميه والانشطه المدرسيه، مش عايزينها تبقى حبر على الورق. وزي ما احنا شايفين ده نموذج متحضر، نموذج فعال لمدرسه من المدارس اللي تميزت في الانشطه الابداعيه والانشطه المدرسيه، محتاجين كمان المدرسه تقدر انها تدعم اولادها وتقدر انها تقويهم في هذا الامر وتقدر انها تفيدهم وتدفعهم دايما للامام. محتاجين برضو معلمين زي استاذه نسيم نور الدين، معلمه ورعيه تقدر انها ترشد طلابها وطالباتها ان هم يفعلوا الانشطه التعليميه بشكل افضل وبشكل احسن، بحيث ان احنا نقدر نطلع بافضل منتج. يعني الطلاب اللي معانا خلاص في نهايه المرحله الثانويه، بعد كده الحياه بتاعتهم هتبقى مفتوحه، هتبقوا في جامعه، الف ب جامعه يعني بحث. حضرتك تبحثي، حضرتك تدوري على شراكات مختلفه، حضرتك تدوري على اللي هيفيدك، محتاجه من دلوقتي تحددي اهدافك ايه في الجامعه وانت داخله الجامعه، محتاجه ان انت تحطي رجليكي على الارض الثابته، الارض الثابته دي مش هتقدري تحطيها الا من خلال المعرفه او البحث، ففعلا كويس جدا ان في مدرسه بتقدم لكم هذا الدعم، بس هل حسيتوا فعلا بدعم المدرسه ليكم وبدور المدرسه معاكم ولا؟ اكيد حسينا، احنا حسينا ومستسرين، كانت من الناس اللي دايما واقفه معانا وواقفه بتورينا حاجات مش فاهمينها في البروجكتس وكده، مستسرين تقف تساعدنا فيها، وحسينا ان المدرسه فعلا مساعدانا في ان احنا نتعلم سكيل جديده ونعمل مشاريع مختلفة نقدر احنا نتعلم بيها حاجات مختلفة كتير. غير كده كمان حسينا ان المدرسة مهتمة باللي احنا بنعمله، لان هي خدت الفكرة دي ووصلتها لبرا الحدود بتاعتنا، وصلتها للقارات تانية عشان يتعلموا برضو ويستفيدوا. ده جميل، احنا نتمنى من وزاره التربيه والتعليم انها ترعى مثل هذه الانشطه، لان هذه الانشطه هي التي تنمو بلدنا العزيز بلدنا مصر، وفعلا بتدي افق زي ما احنا شايفين اولادنا دلوقتي هم بيتكلموا بانفتاح، بيتكلموا عن حضاره مصريه راحت سافرت الهند وحضاره هنديه جت زارتنا هنا في قلب بلدنا مصر، وده من خلال نشاط صغير جدا جدا يقدر اي معلم او مدرس يقدر يعمله في حجره الوسائط اللي موفراها وزاره التربيه والتعليم، حتى وان لم تكن الوزاره موفره ده، احنا كلنا نقدر بامكانيات بسيطه جدا من خلال تليفون او موبايل او من خلال جهاز كمبيوتر واحد، نحن نقدر نخلي الطلاب يعني يعتمدوا على اكثر من نشاط، ومن خلال بعض المعلومات البسيطه جدا نقدر ان احنا نخلي اولادنا افضل لحياه افضل لمستقبل
افضل. بنشكر بناتنا، بنشكر ايه، وبنشكر حلا، شكرا جدا لوجودكم معانا في الحلقه في برنامج في بيتنا مدرسه، وكل الشكر وعظيم الشكر للاستاذه نسرين نور الدين منسق المجلس الثقافي البريطاني. شكرا لحضرتك استاذه نسرين، انتظرونا ويعني فاصل ونعود اليكم ان شاء الله. عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحلقة متميزة في برنامج في بيتنا مدرسة. كانت حلقتنا عن الأنشطة الإبداعية في المدارس المصرية وكيف تدعمها وزارة التربية والتعليم، وكيف للأفكار المبدعة أن تنتشر في مجتمعنا الحبيب بلدنا الحبيب بلدنا مصر. ومعانا نشاط جديد مع الأستاذة نسرين نور الدين وإحدى طالباتها أو طالبتين من طلاب مدرستها، سلمى أبو طيرة. في سنة كام يا سلمى؟ ثالثة ثانوي. جنوار في سنة كام يا جنوار؟ ثالثة ثانوي. معانا جنوار والي وسلمى أبو طيرة في ثالثة ثانوي. إن شاء الله السنة الجاية تقدروا تحصلوا على الدرجات اللي أنتوا عايزينها وأفضل ما تتمنوا، وتخشوا الجامعة اللي أنتوا بتحبوها بإذن الله. إن شاء الله. زي ما إحنا عارفين العالم كله بيبحث عن حقه، حقه في الحرية، حقه في الحياة الكريمة، ولكن لا تبدأ الحرية إلا منذ الصغر، فلا بد للطفل أن يأخذ حقوقه كاملة حتى يستطيع حينما يكبر ويكون شابا أن يعطي الناس حقوقهم، وإذا كان أبا أو أما فيستطيع أن يعطي للناس حقوقهم أيضا. معنا مشروع جديد مع إحدى المدارس وهو مشروع حقوق الطفل. نتعرف يا أستاذة نسرين نور الدين على المشروع ابتدى إزاي؟ زي ما بدأت كلامي قلت ان احنا بنعمل من اجل التطوير او التغيير من اجل التطوير. فنيلسون مانديلا كان ليه مقولة اكثر من رائعة بتقول ان التعليم هو اقوى سلاح يمكن استخدامه من اجل تغيير العالم. زي ما قلت سابقا برضو ان احنا بنفعل الدراسة النظرية للمناهج التعليمية. في المناهج بتاعه المرحله الثانويه بيتكلموا عن حقوق المراه، بيتكلموا عن حقوق الطفل. فاحنا فكرنا ليه ما نفعلش الدراسه النظريه لموضوع زي حقوق الطفل ده بصوره اكثر عمليه. فمش بس فكرنا فيها جوه مدرستنا، لا احنا عملنا فريق عمل، بس المره دي مش جوه المدرسه، عملنا فريق عمل في مصر وفي لبنان وكمان في الهند. الثلاث بلاد دول اتفقنا ان احنا نعمل خطة عمل ازاي نعرف البلاد بحقوق الطفل، وازاي كمان الطلاب يستفيدوا من المواد المدروسة. فادينا فرصة للولاد ان هم زي ورشة عمل ازاي كل حد يفكر ايه هي حقوقه، لان احنا طبعا بنتكلم في سن او مثلا مدرسة فيها رياض اطفال، فيها ابتدائي لغاية المرحلة الثانوية، وطبعا نفس المدارس الشريكة في البلدان الاخرى اللي احنا بنتعامل معاها. فكل بلد ادينا الفرصة لطلاب المدرسة ان هم يفكروا ايه هي حقوقهم من منظور واسع. كنا مثلا في افق واسع شوية بس بمنظور صغير، كل طفل ازاي يعبر عن حقوقه، ازاي يقول انا محتاج اتعلم، انا محتاج العب، انا محتاج الاقي رعاية صحية، انا محتاج اكون بتربى ما بين اب وام، محتاج احس بالحنان، محتاج احس بالامان. فبالتالي احنا ادينا فرصة للطلاب ان هم يعبروا عن رأيهم، ازاي هم يكونوا شركاء في الحوار، ازاي هم يكونوا شركاء في صناعة المستقبل. لان زي ما قلت قبل كده ان الطلاب دول هم اللي احنا نحطهم في سوق العمل، هم الثمرة اللي احنا هنجنيها من الغرس اللي احنا بنغرسه في الايام دي. جميل. يعني زي ما احنا عارفين ان الاعلان العالمي لحقوق الطفل صدر في الامم المتحده 1948، وكان تابعه على طول الاعلان العربي لحقوق الطفل، وده اللي يعني بيضبط معايير حقوق الطفل في وطننا العربي وحقه في التعليم، وده صدر 1959. ولكن اسلامنا الجميل كان منذ اكثر من 1400 عام نبه لحقوق الطفل في حسن اختيار الزوجه التي ستكون اما له، وحسن تربيته ورعايته وتعهده دوما بالتعليم التعليم والتربية وفقا للمعايير الإسلامية. فالحمد لله على كل نعمه ظاهرة وباطنة، ولكن الكلام شيء والأفعال شيء آخر. نحب نعرف من طلابنا إزاي ابتدى مشروع حقوق الطفل. مشروع ابتدى اللي احنا بدأنا مع الفصول الصغيرة نبدأ نعرفهم ايه حقوقهم وحياتك، وعملوا لوحات وعملوا نماذج عشان يوروا الناس التانية ايه الحقوق اللي هم عندهم. وتكلمنا استضافنا دولة الهند وعملنا مؤتمر معاها، يعني اتكلمنا معاهم ومع لبنان فيديو كونفرنس، وعلشان عملنا برزنتيشن على حقوق الطفل دي. ده جميل. دينار
من ضمن حقوق الطفل طبعا ان كل طفل لازم يعرف ايه حقوقه، ولازم يعرف ازاي ياخد حقوقه بطريقة لائقة وطريقة مناسبة لمجتمعه والدين وكل حاجة في بلده. طبعا من ضمن حقوق الطفل ان كل طفل ليه حق ان هو يتعلم، دي رقم واحد. رقم اثنين ان كل طفل ليه حق ان ياخد الرعاية الصحية اللي هو المفروض ياخدها لو هو تعبان او في حاجة مش مريحة او كده. كل طالب ليه حق ان هو يتكلم ويعبر عن نفسه بكل طريقة. طب هل شايفين ده فعلا بيتطبق على ارض الواقع في مدرستكم او في البيئه المحيطه بيكم، ولا هو فعلا كلامه خلاص؟ انا شايفة ان في مدرستنا احنا بنوعي جدا الطالب حاسس بايه، ودايما بيبقى في حد بيسمع له وفي حد بيتكلم معاه عشان يبقى في زي تعاون بين المدرسين والطلبة. وفي وجهة نظرنا احنا كطلاب ان ده من احد الحاجات اللي بتخلي التعليم ناجح وتخلي التعليم احسن للطالب ويخليه يحب يتعلم اكتر عشان يكبر ويبقى انسان كويس جدا. جميل، احنا عارفين حقوق الطفل حقوق متنوعة، ما بين التعليم، ما بين الرعاية الصحية، ما بين السلام. أستاذة نسرين نور الدين، ركزتوا على ايه في حقوق الطفل في المشروع التبادلي او بين ال3 دول اللي حضرتك ذكرتيهم؟ احنا بدأنا حقوق الطفل من سن رياض الأطفال، فسن رياض الأطفال سن اللعب والمرح، فسألنا أطفال صغيرين بسؤال بسيط جدا، ايه اللي نفسك فيه؟ أو ايه حقك اللي أنت شايفه؟ فقال إن أنا ألعب، إن أنا هي طبعا كانت مقولات مناسبة لسنهم، بس هو عبر عن رأيه بالطريقة دي. فبدأنا نعمل أنشطة أو مجسمات مناسبة لكل طفل، أو سوري مناسبة لكل سن. مثلا في سن رياض الأطفال بدأوا يلونوا الحق اللي هم شايفينه أو الحق اللي هم حابينه. لما كبروا شوية ودخلنا مثلا المرحلة الابتدائية، بدأوا يصيغوا جمل عن حقوق الطفل، فبدأوا يرسموا رسومات ويعلقوها في المدرسة، بدأوا يعملوا خطابات ويتبادلوها مع طلاب المدارس الشريكة سواء في لبنان سواء في الهند. عملوا مجسمات زي اللي معانا المجسم دوت عن حقوق الطفل، عن بعض حقوق الطفل اللي احنا محتاجين نراعيها في بلدنا، في مدرستنا، في مجتمعنا. وكمان جميل ان احنا لما تبادلنا النشاط دوت مع البلدان الشريكة، هم كمان كان عندهم نفس الحقوق، بس احنا بدأنا نستفيد من بعض او نتعلم ايه الحقوق اللي موجودة هنا ومش موجودة هنا، نفعلها بصورة اكتر. كمان عملنا مؤتمر فيديو اكتر من مرة علشان نعرف كل بلد، تعرف البلد الاخرى او طلاب البلد الاخرى ايه هي حقوق الطفل من وجهة نظرهم. زي ما احنا شايفين في الصورة دي بعض الانشطة او بعض الصور اللي الطلاب حرصوا ان هم يجمعوها علشان يعملوا مجسم لحقوق الطفل. طبعا هم عبروا عنه بصورة هرم مصر، قالوا حق الطفل في العلاج، حق الطفل في الرعاية الصحية، حق الطفل في التعليم، حق الطفل في التغذية السليمة، حق الطفل في اللعب. مش بس كان حقوق شفهية، لا، احنا قدر الاستطاعة احنا حاولنا ان احنا نفعل الحقوق دي. يعني مثلا حق الطفل في الرعاية الصحية، عملنا بعض الزيارات الميدانية سواء لمستشفى سرطان الأطفال أو لمستشفيات أبو الريش أو لبعض المراكز الصحية علشان نفعل حق الطفل في الرعاية الصحية حتى لو كانت قدراته أو إمكانياته مش سامحة بكده. كمان عملنا زيارات ميدانية لمثلا بعض مدارس الطلاب ذوي القدرات الخاصة علشان نشوف أو نعرف الطلاب بحقهم في الاهتمام، حقهم في التعليم، حقهم إن هم كمان يحظوا برعاية المجتمع ليهم. فقدرنا إن احنا نفعل الحقوق دي بصورة عملية، وكانت بصورة عملية أكتر لما كل طلاب كل بلد قدرت إن هي تتكلم عن حقوق الطفل من وجهة نظرها. ده معرض طلابنا عملوه، بس ده طلاب المرحلة الثانوية. زي ما احنا شايفين في الخلفية هم عملوا بعض المجسمات وبعض البوستر، يعني عملوا بعض الصور علشان يعرفوا طلاب المدرسة الهندية والمدرسة اللبنانية بحقوق الطفل في مصر. كمان هم كانوا حريصين، كل بلد كانت حريصة ان هي تنقل حقوق الطفل من وجهة نظرها هي او من وجهة نظر طلابها هي. فكان جميل جدا ان احنا نلاقي الطلاب زي ما هنشوف لاحقا في الصور وهم بيتكلموا عن حقوق الطفل من وجهة نظرهم او حقوق الطفل في بلدهم ايه.
يعني زي ما احنا شايفين في الصور كده في بعض الطلاب اللي عاملين لوحات تعريفية بحقوق الطفل، يعني منهم بعض الصور المميزة في دي اظن دولة دي لبنان، مدرسة في لبنان. مدرسة في لبنان. هم كمان عبروا عن حقوق الطفل من وجهة نظرهم هم بطريقتهم هم، فعملوا لنا بعض اللوحات علشان يعرفونا بحقوق الطفل. ده كان مؤتمر فيديو، الطلاب احنا زي ما شايفين في الشاشتين الطلاب بيعرضوا لبعض اللوحات اللي هم عملوها يعني كناحية تعريفية لحقوق الطفل في بلدهم. جميل. لو حبينا نركز اكتر استاذ نسرين على المجسم المعمول لحقوق الطفل، يعني زي ما احنا شايفين في حوالي 3 دول او 3 اعلام مشتركين في هذا الهرم، يعني هو هرم بيمثل مصر، مصر جمهورية مصر العربية، بس في 3 اعلام يعني منهم علم مصر كلنا عارفينه. في كمان معانا علم لبنان ودولة عربية شقيقة. جميل. خلينا أقول لحضرتك إن دي من أنشط الدول اللي اشتغلنا معاهم. وكمان عندنا علم الهند. إحنا الـ3 دول اشتركنا في مشروع واحد. هو المشروع جميل إن هو من المواد الدراسية بتاعتهم، وكمان بيركز على ناحية اجتماعية مش هقول لحضرتك احنا مفتقدينها، بس احنا محتاجين نسلط الضوء عليها. جميل جدا ان احنا مش بس نسمع عن حقوق الطفل دي في المؤتمرات او في الاعلام، لا، حلو قوي ان احنا لما نلاقي طلابنا هم ماشيين في المدرسة مخططين خطة من خلال فريق عمل احنا ازاي هنعرف كل مرحلة سنية بحقوق الطفل دي، مش بس جوه مدرستنا لا كمان خارج نطاق المدرسة. جميل. نشوف رأي الطلاب في الهرم الجميل اللي معمول ده. طبعا الهرم ده يعني حاجة كويسة قوي للأطفال الصغيرة كلها اشتغلت عليه، واحنا كنا انبسطنا قوي لأول لما شفناه كان معمول كده واستخدمناه في الفيديو بتاعنا. طبعا الهرم بيدي معلومات كتير قوي بلغتين بنستخدمها عشان احنا بنكلم دول خارج مصر، فمش بنتكلم بس باللغة العربية، بنستخدم كمان اللغة الإنجليزية ان احنا نتواصل بيها كطريقة اسهل ان احنا نتكلم معاهم بيها ونوصل لهم المعلومة بتاعتنا، وهم كمان عملوا نفس الحاجة بدل ما يستخدموا اللغة بتاعتهم استخدموا برضو عن طريق اللغة الإنجليزية ان هم يتكلموا معانا عشان احنا كمان نفهم. جميل. يعني ده تبادل برضو خبرات معرفية من خلال لغات، يعني طبعا انا شايف هنا علم الهند فاكيد في لغة هندية، طبعا وشايف علم لبنان فعشان هي دولة عربية بس احنا بنتكلم معاها كلغة انجليزية على اساس انها لغة دولية، وطبعا بلدنا الجميلة الحبيبة مصر. زي ما انا شايف هنا حقوق الطفل بيتكلم عن حق الغذاء السليم وحق الرعاية الصحية، وفعلا صور معبرة عن الموضوع، عن حق الغذاء السليم وحق الرعاية الصحية لكل طفل، لان كل طفل في مصر من حقه غذاء سليم ورعاية صحية. كان جميل جدا كمان في اثناء ممارسه المشروع ده ان احنا نلاقي الطلاب بس زي ما حضرتك اشرت مش بس بيتكلموا بلغه عربيه مع لبنان او لغه مثلا انجليزيه مع الهند، هو كمان حصل تبادل تعليمي للغه الهنديه. احنا طبعا في مصر او معظمنا ما يعرفش اللغه الهنديه، فكان جميل جدا ان احنا نلاقي بعض طلابنا وبعض طلابهم بيعلموا بعض الحروف الهنديه وازاي نقدر نكتب بعض الكلمات او بعض التحايا باللغه الهنديه وما يقابلها باللغه الانجليزيه، فكمان حققنا استفاده اخرى مش بس الاستفاده اللي انا قلت لحضرتك عليها الاستفاده العمليه للعلوم او تبادل الطلاب، لا كمان استفدنا ان احنا نتعرف على لغه جديده جميل. يعني اقدر افهم من دي كده معناها حقوق الطفل بس باللغه، باللغه الهنديه. باللغه الهنديه. انا طبعا مش عارف هندي. لا لا لا، هي اللغه الهنديه. تمام. بس هنا زي ما احنا شايفين ان بنحاول نمثل ان حقوق الطفل من خلال الحضارات الثلاثه او من خلال اللغات الثلاثه. هنا مثلا حق الطفل في السلام، حق وجود عائله، يعني نحب نتشاور شويه حوالين حق الطفل في السلام. ايه المقصود بحق الطفل في السلام؟ اللي انت تبقى تشعر بالامن في بلدك وتبقى مش خايف ان انت تروح حتة عشان لو في توتر في البلد وحاجات كده. جميل. يعني هو من حقه يعيش في بيئة آمنة، من حقه ان ايوه هو يبقى فيه استقرار في المكان اللي هو عايش فيه، لان طبعا الانسان الخايف ما بيقدرش ان هو يبدع. تمام. فده بالنسبة لحق الطفل في السلام، حق وجود العائلة، وده حق يعني لكل انسان ان هو يتربى ضمن عائلة، يعني عائلة مكونة من اب وام او اسرة، ولكن بنجد برضو بعض الطلاب اللي بيفتقدوا جزء من العائلة، وده بيتم من ناحية تعويضية. زي انا اعرف ان كان ليكوا زيارة لدار ايتام، بالظبط ده اللي حصل. فهل ده مثلا كان ليه علاقة بموضوع حقوق الطفل؟ من ضمن الزيارات الميدانية اللي كنا بنفعل فيها حقوق الطفل زي ما قلت لحضرتك احنا زرنا زيارات لبعض المستشفيات او المراكز العلاجية، كمان زرنا بعض دور
دور الايتام علشان نعرف ولادنا ونعرف برضو الطلاب اللي هم فاقدي بعض افراد اسرتهم حقهم في الرعايه، حقهم في الاهتمام، حقهم ان هم يلاقوا اب وام بديل، حقهم كمان ان المجتمع يهتم بيهم. دي كمان كانت حاجه من ضمن انشطه الخدمه المجتمعيه. أنشطة الخدمة المجتمعية طلاب المرحلة الثانوية بيحتاجوا طبعا درجات الخدمة المجتمعية، فبالزيارات دي هم قدروا كمان يحصلوا على الدرجات دي تحت عنوان تفعيل لنشاط حقوق الطفل العالمي. جميل، يعني زي ما احنا شايفين الموضوع بيبقى تطبيق عملي، الموضوع ما هوش كلام نظري بس بنقول حقوق الطفل، الاعلان العالمي لحقوق الطفل، الاعلان العربي لحقوق الطفل، احنا فعلا بنفعل الامر ده بيننا وبين طلاب مدرستنا، بيننا وبين طلاب المحيطين بينا، بيننا وبين دور ايتام، زيارات ميدانيه لبعض المستشفيات. فبالفعل الحاجه اللي انت بتعمليها بايدك، اللي بتتعلميها بايدك، هي دي الحاجه اللي هتفيدك بعد كده في حياتك. كان من ضمن كمان الزيارات الميدانية زي ما قلت لحضرتك، احنا تمت استضافتنا في الهند في شهر ديسمبر، وكمان عملنا استضافة المدرستين من الهند في شهر 3. سفراء البلاد كانوا شغوفين جدا وممتنين جدا بالتبادل العلمي ده. سفير مصر في الهند دكتور حاتم تاج الدين استضافنا، وكمان مستر سانجاي باتاتشاريا سفير الهند في مصر استضافنا في السفارة، وكمان لما عرف ان احنا بنشتغل على مشروع حقوق الطفل هو استضاف الاطفال علشان يمارسوا الرياضة الشهيرة في الهند اللي هي لعبة اليوجا، فده كان تفعيل عملي لحق الطفل كمان في اللعب. مش بس كده، لما سعادة السفير مستر سانجاي استضافنا في السفارة ادى فرصة للطلاب ان هم يعبروا عن رأيهم، فكان ده كان مجال خصب جدا ورحب جدا ان الطلاب يشتركوا في الحوار مع شخصيات بارزة او شخصيات لها دورها في البلد وفي المجتمع. سفير بلد تانية بيعبر عن بلده، واحنا كمان كنا سفراء لبلدنا، سفراء لاطفالنا، سفراء لطلاب مدرستنا، عودناهم ازاي هم يعبروا عن حقوقهم دي. جميل، كلمة طفل يعني لعب، وجنب اللعب لازم يبقى فيه ايه؟ تعليم، يعني الطفل هي مهاراته بتكتسب من خلال اللعب. هل فعلا ده كان ضمن المشروع اللي انتوا بتطبقوه؟ طبعا احنا مثلا ما رحنا لما المدرسة راحت دار الايتام ما كانتش بس التعليم تعليم يعني لغة وتعليم كلام وتعليم اي حاجة، كان تعليم برضو اللي هو اخوة، علشان مش مهم التعليم لو انت ما عندكش الاحساس بالناس التانية، ففي تعليم برضو. وطبعا احنا علمناهم ازاي يعملوا حاجات كتير قوي، زي يلعبوا العاب مختلفة، مش لازم نلعب استغماية والحاجات دي. طبعا علمناهم ازاي يلعبوا العاب احنا بنلعبها في مدرستنا، العاب تعليمية، ممكن العاب بالارقام او بالحروف للاطفال الصغيرة، وطبعا زي يعني العاب انشطة مختلفة للناس الاكبر. وطبعا قلنا لهم ان التعليم دي حاجة مهمة، وان انك تحلم انك تبقى مثلا سفير او رئيس بلد او ايا كان، دي حاجة كويسة ان هم انك تحلم، دي مش حاجة وحشة، وانك تبقى بتطمح ان انت تبقى حاجة كبيرة، دي برضو مش حاجة وحشة خالص، وان التعليم دايما هو الوسيلة ان يساعدك انك توصل للحتة اللي انت عايز توصل لها. جميل، يعني احنا دايما بنقول ان المتعة اذا اتفقت مع التعليم او اذا اتفقت مع النشاط، الاتنين بيدوا ثمرة جميلة جدا وبيدوا نجاح جميل. كمان خليني اضيف لحضرتك ان اكدت احدث البحوث التربوية ان اللعب هو وسيط تربوي في تكوين شخصية الطفل، فجميل جدا ان احنا يكون عندنا فن الامتاع مع التعليم، يكون بس التعليم زي ما الانجليز بيقولوه effective and fun، يكون جميل. مؤثر يعني وممتع زي ما حضرتك بتقولي ان هو مفتاح، يعني احنا زي ما احنا بنروح وظائفنا مثلا، كل واحد فينا بيصحى من النوم رايح الوظيفة بتاعته، هو الطفل هو وظيفته اللعب، يعني اللعبة دي هي وظيفة الطالب او وظيفة الطفل، هو الطفل عشان طفل فوظيفته الاساسيه هي اللعب، زي ما انا مثلا بادي عملي من 8 ل 3 او من 9 ل 3، هو الطفل عايز يادي يومه او يقضي معظم يومه في الالعاب، الالعاب بتنمي للطفل مهارات عضليه، بتنمي للطفل مهارات حياتيه، مهارات ذكائيه، بتخلي الطفل يفكر اكتر من مره، اركب دي ازاي، اكونها ازاي، طب هي اتركبت من ايه، بيفتح قدامه مجال بحث كتير قوي، زي ما احنا اتعلمنا كده من طالباتنا الجمال اللي قاعدين قدامنا
دول، ان فعلا حقوق الطفل لو الطفل خد حق من حقوقه هينعكس بالتالي على المجتمع. بس هل احنا كنا بنعمل النشاط ده واحنا مستمتعين، ولا حاسين عشان احنا بنعلمه الاطفال اصغر مننا او اطفال مختلفين ان الموضوع حمل علينا؟ هل كان في متعه في الامر ولا؟ اكيد في متعه. الناس اللي راحت الرحلات الميدانيه دي كلهم راجعين بيضحكوا ومبسوطين واخدين صور، والاطفال كلهم كانوا بيضحكوا في الصور وكده. جميل، يعني ده بيبقى فيه متعه للانسان اللي بيشارك في اي عمل، زي ما احنا عارفين ان اي عمل خير احنا بنعمله ده بيعود على الانسان بالخير الكتير، لكن طبيعي جدا جدا ان في يعني عقبات بتقابلنا في الطريق. فهل في عقبات قابلتنا في موضوع حقوق الطفل واحنا بنعمله؟ لا خالص بصراحة، يعني كنا شايفين تعاون إدارة المدرسة، تعاون البلدان الشريكة، تعاون سفراء البلاد، تعاون الإعلام. كان جميل جدا لما نشوف الإعلام سواء المصري أو الهندي وهو مهتم جدا بأن هو ينشر أخبار تبادل طلابي ما بين طلاب في مثلا في قارة أفريقيا مع طلاب في قارة آسيا بيتكلموا عن حقوق الطفل. فدي كانت من ضمن الثمار المشروع المحفزه جدا للطلاب. لا بالعكس خالص، ما فيش اي معوقات في المشروع الحمد لله. ده جميل ان احنا نلاقي مشروع من غير معوقات، دي حاجه جميله جدا. معانا برضو بعض الصور اللي هنقدر نعرضها عن موضوع حقوق الطفل، ودي بتبين الطلاب نفسهم ابتدوا يجهزوا البوسترات ازاي، او ابتدوا يجهزوا اللوحات اللي موجوده عندهم ازاي، وقدروا ان هم يتفاعلوا ازاي. في طلاب هنلاقي مثلا عندنا طلاب كبار شويه زي الصف الثالث الثانوي مثلا في المدرسه، هنلاقي طلاب تانيين بيحاولوا ان هم يعملوا المكتب بتاع الهرم الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا، هنلاقي بعض الطلاب التانيين بيحاولوا يهتموا ببعض الصور، طلاب تانيين بيحاولوا يهتموا بامكانيه ان احنا نعلم الطلاب فعلا يعني ايه حقك، ايه هو حقك اللي موجود قدامك. وكون واول حق لازم تعرفه ان انت ليك حق لازم تاخده، وزي ما الطالبات زي ما جينار قالت من شويه ان احنا ناخده بطريقه لائقه، لان دي حاجه كويسه جدا جدا ان احنا نقدر نعلم الطالب ان هو يطلب حقه بادب وبرفق وبالطريقه الحسنى او بالطريقه المثلى بالطريقه التربويه السديده. كمان من ضمن تفعيل انشطه حقوق الطفل عملنا نشاط كويس قوي وكان مناسب جدا للمرحله السنيه. طلاب المرحله الابتدائيه كانوا بياخدوا طبعا بيبتدوا يكتبوا موضوع تعبير، فكنا بنكتب خليناهم يكتبوا موضوع تعبير عن حقوق الطفل، ان هم يرسموا صور ويعبروا عنها، كل صوره بتعبر عن حقوق الطفل. تبادلوا الخطابات عن طريق الايميل، كل طالب كتب خطاب لطالب اخر. عملنا زي توأمه ما بين الطلاب المصريين والطلاب الهنود والطلاب في لبنان، ازاي كل طالب يكتب عن حقوق الطفل من وجهة نظره. فبس كمان يعني اضفنا درجات وادينا فرصة للطلاب اكتر ان هم يعبروا عن نفسهم وان هم كمان يفعلوا حقوق الطفل. زي ما احنا شايفين في الصور دول كانوا طلاب المرحلة الثانوية بيحاولوا يعملوا الصور الخاصة بالمجسم الاهرامات اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. هم جمعوا الصور اللي بتعبر عن حق كل طفل. أنا شايف دي لوحة يدوية، يعني بعض الطلاب بيرسموها بإيديهم، في حاجات مطبوعة وحاجات. هي تنوعت المشروعات ما بين إنها مجسمات أو إن هي بوستر أو عملوا مثلا ورق عمل، عملوا مواضيع تعبير، بدأوا مثلا يكتبوا أو مثلا يقولوا في المواقع، مواقع التواصل الخاصة بيهم. باين هنا كده استاذ نسرين ان المتعه باين على وجوه الطلاب والفرحه ان هم قدروا يعملوا حاجه للحاجه الاصغر منهم. يعني انا شايف اللوحه الجميله هم عاملين فيها ناحيتين، ناحيه ايجابيه وناحيه سلبيه. الطفل لما بياخد حقوقه والطفل لما ما بياخدش حقوقه، فده اكيد بينعكس على الطالب اللي شغال في هذا الامر. بالظبط تمام. يعني هل مثلا كنتوا مستمتعين وانتوا بتعملوا هذا النشاط؟ هو اكيد احنا كنا مستمتعين جدا، ان يعني اي حد بيستمتع لما طالب او طفل صغير يجي يقول له انت قدوه بليا او انت حاجه كبيره بالنسبه لي، فطبعا دي كانت حاجه مشرفه لينا ان حد فينا كان طفل صغير يجي يقول له انت قدوه بالنسبه لنا. جميل، زي ما احنا شايفين كده اخر صوره كانت معانا كانت تقريبا صوره الفيديو، كانت دي كانت صوره مؤتمر مؤتمر فيديو مع بين طلاب المدرسه المصريه، وده كان في اثناء استضافه المدرسه الهنديه. كان المؤتمر الفيديو ده مع مدرسه في لبنان، فطبعا كان مؤثر جدا. احنا هنشوف الصوره، طبعا جينار موجوده وحاله موجوده اهم وهما بيتكلموا عن حقوق الطفل، واللي جنبيهم دي يوفيكا طالبه من الهند.
اه يعني حاجة عملية، يعني هما فعلا كانوا بالظبط موجودين معاكم في قاعة، امال كنتوا حضرتك بتعملوا فيديو مع مين؟ مع مدرسة تانية في لبنان، اه تمام، فاحنا يعني كنا مصر والهند على أرض ده مصر. اثناء الزيارة الهندية لمصر. بالظبط مصر تمام والهند على أرض مصر مع لبنان. تمام جميل. طب هل فعلا في افادة من موضوع الفيديو كونفرنس، ولا الموضوع ان احنا اتكلمنا معاهم وشفناهم واخبارهم وخلاص؟ هو طبعا فكرة ان احنا عندنا انترنت وعندنا طريقة نتواصل بيها غير ان احنا نسافر لهم ونعبر حاجة كده، قرارات. ف اه جميل. بالظبط. فطبعا ان احنا كنا نقدر نعمل فيديو كونفرنس معاهم، دي كانت طريقة او وسيلة سهلة لينا ان احنا نتكلم معاهم ونعرف وجهة نظرهم في الحوار اللي احنا بنتكلم عليه. ده جميل، يعني فعلا مشروع من المشروعات المهمة جدا. تخيلوا لو كل إنسان عرف حقه منذ الصغر يقدر إن هو يطلع إنسان يعطي للآخرين حقوقهم. ولكن المشروعات الإبداعية اللي إحنا شايفينها النهاردة لا تتوقف عند إيد في إيد وعن الأماكن السياحية في بلدنا أو خارج بلدنا، ولا تتوقف عند حقوق الطفل. في مشروع رابع أستاذة نسرين كنت عايزة تكلميني عليه في عجالة. احنا طبعا ما نسيناش البيئة، ما نسيناش الارض، ففكرنا ايه اللي بيغضب الارض وازاي نقدر نرضيها. يغضب الارض، فكرنا ازاي نفعل دراسة مادة العلوم بالنسبة للطلاب في مصر، والمرة دي مش في الهند، المرة دي رحنا على انجلترا. فطلابنا في مصر بيدرسوا مثلا البراكين، اماكن تواجدها، اماكن انتشارها، ايه هي اسبابها. ففكرنا نعمل تجربة مكت لبركان، وازاي نفعل التجربة دي بشكل عملي. فزي ما احنا شايفين في الصور، طلاب المرحلة الابتدائية عملوا تجربة البركان طبعا بأدوات بسيطة جدا، أنا شايف يعني رمل وإزازة وفي مادة تقريبا بيحطوها بيكربونات، خل أو بيكربونات تقريبا بيحطوها على بعض، فبتعمل إيه؟ بتعمل فوران. نفس فكرة البركان، هم بالظبط قدروا إن هم يحولوا الحاجة لمادة تعليمية، أو بالظبط. المادة التعليمية لحاجة ملموسة قدامهم. ده ماكيت اخر للبركان، بس زي ما احنا شايفين في الصورة ده كان فيديو كونفرنس مع انجلترا. هنشوف كمان دلوقتي في الصورة اللي بعدها ازاي عملنا محاكاة. طلابنا في مصر عملوا تجربة البركان، وطلاب انجلترا برضو عملوا نفس التجربة. والجميل ان في النهاية يكتبوا تغذية راجعة عن اللي هم استفادوه من التجربة دي، ايه هي الاسباب زي ما احنا شايفين اهو في الصورة. دي مدرسة أجنبية مش دي كده؟ مدرسة في انجلترا تمام، ده جميل اسمها جدا إن احنا ريتشموند هيل بنتبادل ثقافات مع مدارس أوروبية. كبيرة. اه ومدارس كبيرة زي إنجلترا. تمام، يعني ده طالب عامل بركان وده مجموعة زمايله طلاب. بيتفرجوا عليه بالظبط، سادين ودانهم خايفين إن هو ينفجر يعني. هي محاكاة لنفس التجربة اللي حصلت في مصر، هي حصلت في انجلترا. تمام وفي النهاية عملنا مؤتمر فيديو علشان يعني الطلاب يتناقشوا مع بعض في الأسباب أو النتائج اللي وصلوا لها من خلال التجربة اللي عملوها دي. ده فيما يخص غضب الأرض. طيب يعني جميل، احنا بنتكلم عن برضو موضوع التشجير اللي حضراتكم عملتوه في قلب المدرسة، وفي معانا التلفزيون الجميل اللي انا مش عارف اخره ايه ده، يعني احنا في تلفزيون وجوه التلفزيون، فبصراحة فكرة اكتر من الدعية، بس حابب اعرف الفكرة بسرعة كده اخبارها ايه. زي ما اتكلمنا عن غضب الأرض اتكلمنا عن إرضاء الأرض. تمام احنا أرضينا الارض بوجهه نظرنا احنا، فعملنا اعاده استخدام للمخلفات زي ما احنا شايفين في الصور، وطلابنا الجمال عملوا اعاده استخدام لورق الكرتون وورق البقر المناديل واي حاجه غير مستخدمه، عملوا بيها مواد نافعه. وكمان عملنا موضوع التشجير. جميل، يعني احنا زي ما احنا شايفين كده من خلال لا شيء قدروا ان هم يعملوا اعاده تدوير لبعض المخلفات، وقدروا ان هم يطلعوا منها مشاريع كتيره جدا. زي ما احنا شايفين الانشطه المدرسيه هي بوابه للحياه الحديثه، بوابه لوزاره جديده، بوابه لعلم وثقافه، بوابه لحياه جميله، بوابه لدرجات الطلاب في الاعوام القادمه باذن الله. يعني بنحب نطمنكم ان شاء الله، ان شاء الله السنين الجايه تبقى احسن، التعليم هيبقى متطور افضل. زي ما احنا شايفين رؤيه وزاره التربيه والتعليم انها تفعل الانشطه التعليميه اكثر واكثر. في نهايه حلقتنا الجميله بنشكر استاذتنا الفاضله استاذه نسرين نور الدين، منسق المجلس الثقافي البريطاني لجائزه المدرسه الدوليه، وخبيره جوده التعليم بوزاره التربيه والتعليم، وبنشكر سلمى ابو طيره، وبنشكر جينار والي طالبات الصف الثالث الثانوي، وبنشكر ايضا كان معانا في بدايه الحلقه كان معانا ايه عشري، وكان معانا حاله خالد.
كل الشكر والتقدير لكل من يعمل في خدمة هذا البلد الجميل، كل الشكر والتقدير لكل من يسعى بفكرة بسيطة حتى يصل بمصر إلى العالمية، ولا تقف الفكرة عنده. ونعدكم بحلقات أخرى مثمرة وأنشطة إبداعية جديدة وفي برنامج في بيتنا مدرسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.